رجعت لكم تاني مع أولى فقراتنا، وزي ما عودناكم في برنامجنا إن كل حلقة هيكون موضوعنا مختلف وضيفنا مميز. النهاردة موضوعنا بيهم كل البنات، موضوعنا عن الجمال والعناية بالبشرة وإزاي نهتم ببشرتنا في فصل الشتاء. ده كله هنعرفه مع خبيرة التجميل نور أباظة. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا نور، منورانا في الشاي الأخضر. متابعينا ولا لأ؟ طبعا متابعاكم. أهلا بيكي ومتشرفة جدا اللي أنا موجودة معاكم أصلا. أهلا بيكي منورانا. قولي لنا بقى الأول كده، يعني دخلتي مجال البشرة إزاي؟ وكانت هواية ولا دراسة ولا؟ لا، هواية من وأنا صغيرة بحب قوي، كنت أهتم بكل حاجة، حتى عرايسي كنت أفضل أجيب اللبن وأعمل لهم بشرتهم من وأنا صغيرة. بجد؟ ماسكات للعرايس؟ بعمل ماسكات للعرايس، كان الموضوع بالنسبة لي أنا بحبها، وأجيب الميك اب وأفضل ألعب بتاع ماما بقى وببهدل الدنيا لغاية ما وصلت السن الثانوي. أنا شايفة إن أنا عندي هواية عايزة أنميها. بدأت ان انا اخد كورسات، اسافر مع اهلي بره، اخد كورسات، ارجع مصر، ابدا ان انا اشتغل على ده جدا، اطبق ده، خاصه ان انا بسافر وبرجع 3 شهور كل سنه، لغايه ما وصلت ان انا اخد كورسات واعمل دراسات فيها. بعد ما خلصت دراستي بكالوريوس، بعد ما خلصت حبيت ان انا، لا الموضوع بيكبر جوايا، يعني عندي شغف في الموضوع. انت حابه مش بس حابة بقت كل بلد اسافر فيها اخد منها حاجات ازاي تهتمي بيها. طب ليه اخترتي كمان حته صعبه؟ البشره دي من يعني حاجه حساسه، فالتعامل معاها صعب. يعني هو التعامل معاها صعب، والتعامل معاها لا صح، خطر يعني كمان. الصح يعني صح، ممكن لو عملت غلط حاجه بطريقه مش صحيحه هتطلع لا، مش بيكون انا. بصي، اللي بيتعلم غير، يعني البنت بتقول لك ايه، انا بشرتي انا مش عارفه هي ايه، دهنيه مختلطه، جافه دهنيه، انا مش فاهمه حاجه. ده المشكله. المشكله بقى اللي هي ما بتختار غسول غلط. المشكله لما انا بختار غسول غلط، اوريدي بينتج عن وشي حاجات وحشه. حاجات زي لا اهتم كويس، لما اهتمش لازم اعرف نوع بشرتي ايه عشان تعرف تختار له ايه. قبل ما اختار اي حاجه لازم افهم نوع بشرتي. ده بقى السؤال اللي هنساله لك. احنا ازاي نفرق ما بين نوع البشره؟ يعني انا مثلا اعرف بشرتي ازاي هي بشره دهنيه ولا بشره عاديه؟ البشره الدهنيه عموما بتبقى باينه قوي افرازات الدهون من ناحيه الانف. دي البشره الدهنيه دايما بتلاقيها فيها اول ما تصحي كده افرازات دهون كتير من ناحيه الانف. دي البشره الدهنيه اللي بتعمل رؤوس سودا برضه؟ لا، البشره الدهنيه المختلطه. دي فرق. هي اللي بتعمل رؤوس هي سودة. اللي بتعمل رؤوس سودا، لان بيكون في مفيش انقباضات في المسام، انا بسيب مساماتي مفتوحه وبنزل. طب البشره العاديه بقى؟ البشره العاديه دي بقى لازم بيبقى في ليها ترطيب معين جدا، لان بتؤدي للجفاف فيما بعد. لا، انا اعرف ازاي ان بشرتي بشره عاديه. البشره العاديه دي ما بتلاقيها صافيه، بس فيها هالات سودة. يعني حوالين العين دايما في هالات سودة. جنب الشفايف او الفم كده بتلاقي فيه فضة او فراغات مش مترطبة. ازاي اللي انا اعرف بشرتي مختلطة؟ المختلطة في الثلث، يعني 1 عند القورة، 2 الانف، 3 الفم. دي المختلطة. بيبقى فيه دهون هنا؟ بيبقى فيه دهون عند في الجزء اللي في النص بس. يعني انا مثلا اعرف ان انا بشره مختلطه، الجزء اللي في النص الجزء ده بيبقى فيه في دهون. بالظبط. البشره الجافه هي عارفه نفسها. انا عرفت بشرتي، يعني بشره عاديه. البشره الجافه هي عارفه نفسها، لان هي بيكون عندها جفاف غير طبيعي. هي حتى ما فيش ترطيب، طول الوقت ناشفه، وبتعاني في فصل الشتاء. بتعاني في فصل الشتاء بتقشير. وليه بقى؟ لان هي ما بتهتمش، لان المفروض البشره الجافه يعني اهتم بلبن، اهتم بزيت، ترطيب عالي جدا، يعني اهتم باكتر من ما انا بهتم في الحاجات العاديه جدا. البشره الدهنيه طبعا ما فيهاش زيوت، طبعا ما فيهاش زيوت بقى بنستخدمها بس في الطبيعي، في النورمال. طب ايه بقى الحاجات اللي ممكن نقدر نستخدمها للبشره الدهنيه؟ البشره الدهنيه، بصي، عشان الحبوب دايما بنستخدم معاها ليمون. يعني ايه ليمون؟ الليمون ذات نفسه بيكوي او بيموت الحبوب. فبنضطر اللي احنا مثلا هنحط نشا على زبادي، هنحط ليمون، هنحط دقيق على زبادي، هنحط ليمون. ما يعملش لا في فرق ما بين دهنيه حساسه ودهنيه بس. البشره حساسه ما بتتحطش حساسة. لان احنا بنجرب على ايدينا. ما انا اوريدي مش بجرب ماسك احطه على وشي على طول. في ايد انا ايديا استحملتها، بشرتي هتستحملها. في رقبه هنا بالظبط، هي استحملتها انا هستحملها. يعني قبل ما اجرب اي نوع ماسك او اي حاجه اجرب على ايدي، على ايدي أو عند الرقبه. ايوه تمام. لكن ما احطش على وشي على طول. طب البشره المختلطه اتعامل معاها ازاي او استخدم البشره المختلطه؟ حاجه سهله جدا مبدئيا، هي
اي ماسك بيمشي معاها المختلطه اللي هي من دهنيه عاديه جافه. اه يعني بصي اي ماسك بيمشي معاها، اي حاجه هتعمليها ان شاء الله لو هتعملي لها زبادي بس هي هتمشي معاها. يعني اي نوع ماسك، عسل، نحل، سكر، لا لا عادي عادي، بس معاده برضو بنحط مليون خط جنب اللي انا بشرتي مختلطه حساسه، جافه حساسه، عاديه الكلام ده بيفرق كتير جدا. في ناس تعمل ماسكات وبعد ما تمسك تغسل وشها تلاقي وشها ملتهب واحمر. ليه بقى؟ عشان هي ما جربتش على ايديها او على رقبتها. اصلا وشي ده احسن حاجه فيا، هو 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 اساسا مظهري. فانا قبل ما اجرب اي حاجه المفروض اللي انا استخدمها على ايدي اشوف. يعني مثلا ماسك الطماطم مش كل الناس بتعمله، اللي بشرتها عاديه، اللي بشرتها جافه بس مش حساسه. طب ايه بقى المحظورات للبشرات، يعني انواع البشرات الثلاثه اللي انت قلتيهم؟ يعني انا هو مبدئيا مش نوع البشرات ثلاثه خالص. هي نوع البشره حساسه، جافه مختلطة دهنيه، جافه دهنيه، حساسه دهنيه، مختلطه دهنيه. طب ثانيه، ازاي جافه دهنيه؟ ايوه جافه دهنيه، بتلاقيها بتفرز خطوط بيضة من عند الاذن كده لغايه منتصف الخد. يعني الوش بيبقى مخطط؟ بيبقى مخطط. بتلاقيها هي ما بتفرزش غير في الحته دي بس. لا بتفرز دهون هنا، دهون وتلاقيها لامعه مخططه. لا لا لا، دهون بتفرز دهون وتلاقيها بتلمع. حتى عندي مشكله دايما يجي لي حد وانا بعمل ميك اب او وانا بشتغل تقول لي ايه، انا عندي مشكله الحته دي بتلمع الصبح. الناس بتقول لي اللي انا حاطه ايه بالظبط كده. هي بتبقى مفيده جدا في الحاجات دي. طب اصعب حاله جات لك المركز عندك وكان الموضوع صعب قوي؟ البشره حساسه، بنت استخدمت ماسكات، حد على السوشيال ميديا كانت بتقولها ودخلت طبقتها. خطيبها كان جاي فدخلت طبقتها، كان يعني بشرتها ملتهبه جدا جدا. ما قدرتش اقول لها غير يعني انا في حاجات لازم دكتور جلديه هو اللي يدخل فيها. بس انا حبيت ان انا اهدلها ده، لان هي كان قبليها يعني في اليوم ده كان فيه فرح، فحبيت ان انا قبليها اعمل لها ترطيبات بقى بالدقيق، نشا، لبن، زبادي، الحاجات اللي هي الناتورال دي. اسمع ان الزبادي والاسبرين بيهدي البشره جدا. لا، الاسبرين مع البشره الحساسه ما ينفعش، الاسبرين مع البشره الدهنيه ما ينفعش. هو الاسبرين اصلا بيفتح البشره. وده بيبقى ماسك ليلي ومش نهاري، لان انت ما ينفعش بالاسبرين تخرجي على ضوء الشمس. ايه الحالات اللي انت بتبعدي عنها وبتقولي لا انا مش هقدر؟ البشره اللي بتكون مقشره، يعني دي اللي هي انا تقولي لها سوري اتجهي لدكتور جلديه. لما يجي لي بنت عايزه تعمل ترميم لبشرتها، عدت سن ال 30 والكولاجين تحفيز الكولاجين قل وهي مش عايزه تعمل عمليه، فبتجيلي عشان حد كان قايل لها عليا او اختها عملت وجات لي حاله فعلا كده. اختها جات لي واختلفت تماما، فهي جايه لي، فانا قلت لها ما اقدرش اقبلك، لان هي كانت بتعمل جلسات تقشير كيماوي فبهدلتها. فانا لو حطيت حتى لبن هبهدل الدنيا، مش هتطلع معايا مظبوط. الحاله دي الحاله دي لا، بتقول لها سوري هو انا عندي التقشير الكيماوي، لا دكتور الجلديه ما اقدرش اتعامل. طب قبل ما ناخد الماسكات، يعني في سؤال مهم، هو ان البنات بتروح الجامعه وترجع تلاقي بشرتها التهبت، حببت، مش عارفه جرى لها ايه، يعني باظت من الشمس ومن الحر وعوامل الرطوبه والفرهده، ازاي بيتعاملوا اول ما يروحوا البيت كده؟ يعني يستعملوا ايه يهدي كل المشاكل اللي حصلت في البشره؟ اولا هو مش اول ما يروحوا البيت، هم اصلا بينزلوا ما بيعملوش الروتين اليومي. الروتين اليومي غسول نوع بشرتي، بعدين الكريم المرطب. طب انا ما عنديش غسول، ما اعرفش نوع بشرتي ايه. الناس بقى تكتب الكلام اللي انا هقوله ده، لاني هو معلقه ترمس مطحون، معلقه لبن. ده اسمع فايده التنس رهيبه، تحفه بقى. انت بترشحي ان انت تعملي حاجات ده بقى لكل انواع البشره. طب ما في غسول يقول لك غسول في الصيدليه؟ هي بقى مش فاهمه كذا. هي كذا. لا لا، ما في، هي مش فاهمه انا نوع بشرتي ايه. طب انا ليه اقول لك على انواع؟ بصي هتخشي الصيدليه هتلاقي انواع كتير جدا. هتروحي ماركت هتلاقي انواع كتير جدا. هتروحي هايبر وهكذا. لا بس انا بقول لك غسول هو لكل البشره وتحفه بقى. بيخلي نضاره وحيويه وترطيب وقبض. يعني ترمس بس؟ لا، ترمس مطحون ولبن. ترمس مطحون ولبن.
وبعمله مقشر بحركات دائرية. ده لجميع أنواع البشرة، جميع أنواع الغسول يومي. الغسول اليومي حلو جدا جدا جدا، في ناس ماشية عليه بشرتها اختلفت تماما، حتى رمم الحفر اللي بتبقى في الوش. هو اللبن أساسا فوائده حلوة جدا، حلوة مع جداً. الترمس كمان حلو جدا جدا، وبيشيل الخلايا الميتة. ده مقشر مثلا، ده اليومي، ده اليومي. بعدين بقى الترطيب بتاعي أيا كان، أنا بحط أويل، بحط ترطيب، السان بلوك بتاعي مفيش سان بلوك بتاعي، خلاص بحط بودر تلج وبنزل، او بقفل المسام بتاعتي بتلج، خلاص او بودر تلج. بالظبط. انا بقى هعمل ميك اب عادي جدا يتعمل. لما اجي بقى، انا جيت من بره، العوامل الجو مؤثره جدا على بشرتي. عايزه اشيل بقى، بالذات عايزه اشيل بقى. في الشتاء انا برشح اللي احنا نشيل بفازلين. فازلين طبعا، فازلين للبشره. طبعا تحفه. في فازلين للبشره، الفازلين بتاعنا العادي اللي من اي صيدليه، بنستخدمه على بشرتنا عادي. تحفه تحفه، وهم حاجه كده بترطب، وبعدين مش مؤذي. اول مره اعرفها. لا مش مؤذي، وحتى مش مؤذي للبشره الدهنيه، بل بالعكس ده بيزود لها نسبه الكولاجين في البشره بجد، لان هي البشره الوحيده اللي ما بتعجزش بسرعه، العجز بتاعها نسبته قليله. لبن جوز الهند، لبن جوز الهند، كل ده تشيلي بيه الميك اب. يعني اشيل بيه الميك اب. اسمع، زيت جوز الهند حلو قوي في شيل الميك اب. زيت يعني جوز الهند ينفع برضو ان انا اشيل الميك اب بيه. طبعا. انا عايزه اقول لك ان انا لبن جوز الهند بعمل بيه كل حاجه في حياتي. انا اللي بعمله في البيت، وانا اللي بعمل بيه كل حاجه، احبه جدا. انت بتجيبي يعني جوز الهند نفسه؟ بجيب جوز الهند كدا؟ نفسه، بحطه في ميه، بنقعه في لبن. لو انا مش عايزه اعمل اويل، مش عايزه اعمل الزيت، مش هنقعه في ميه. لو عايزه اعمل اللبن بتاعه او الزبده بتاعته في لبن، وبعدين بجيب قماشه بيضة بصفيها فيه. ده كده اللبن جوز الهند. طب احنا عشان وقتنا ناخد بقى، قول لنا بقى المسكوت اللي عملناها لنا النهارده دي كلها من البيت بقى. دي من كلها من مطبخ بيتنا عادي جدا. سهل اللي احنا تتعمل. قول لنا اول ماسك ايه. اول ماسك هيبقى معلقه زبادي على معلقه عسل. هو ماسك لايه اصلا؟ الماسك ده بيشد البشره جدا جدا، بيرطبها، بيعيد نضارتها من اول وجديد. لان احنا بيجي لنا مشاوير مفاجاه، فانا جايه مرهقه، انا جايه متوتره، انا جايه مش في المود، فده بيديكي زي حلقه ورصه بدري. يعني لا، بيديكي نضاره حلوه قوي قوي. فمعلقه بتفرق بقى معايا في ايه. انا هاخد معلقه زبادي على معلقه عسل. اهم حاجه في الموضوع اللي احنا نخلطه كويس. وعلى حسب بقى المقادير، يعني في بنت بتحتاج نص معلقه بس، في بنت وهكذا. قبل ما اجرب اي حاجه، على ايدي، على ايدي او على ايدي بدل ما انا مش قد ايه مثلا على ايدي. عموما هو ده يعني؟ اللبن الزبادي والعسل مفيد لجميع انواع البشره. انا النهارده مش عامله حاجه لبشره معينه، لا بالعكس، لكله، عشان ما حدش يجي يقول انا دهنيه، لا مختلطه، لا انا لا، يعني من كله، من بيتك تقدري تعملي دي. برضه نصايح لكل ستات البيوت اللي مش تقدر تروح بيوتي سنتر او مركز تهتم بنفسها. وفي ناس بتحب جدا بقى، انا جات لي حد كبير بتحب جدا تقف في المطبخ طول ما هي قاعده تهتم ببشرتها جدا، تحط بقى وهي مثلا بتحط هيهتم الاكل. وحتى لو فاض منك شويه زبادي او من ابنك عادي، على معلقه عسل. انا مره فاض مني خضره محشي طحنتها وحطيت عليها عسل نحل وحطيتها على بشرتي. هي مفيده بقى لو كانت في الفريزر، لو حطيتيها في الفريزر وخدتيها التلج. حلوه جدا. لا هي كانت عندي وما كنتش عارفه اعمل ايه. طب انا احط الماسك مثلا على بشرتي قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه مبدئيا. ماسك الزبادي والعسل. لما اجي الزبادي والعسل، الماسك بقى يا نور، اجي اشيل الماسك اشيله ازاي؟ بقشره، بعمله زي تقشير من الداخل للخارج بحركات دائريه، وبغسله عادي بميه فتره. ميه فتره عادية. ولا سخنه ولا ساقعه. من الحنفيه. ايوه بالظبط كده. اهم حاجه بعد اي ماسك انت هتعمليه، اقفل مسامات بشرتي بالتلج. موجود في كل بيت. هو تلج، وفي دلوقتي بقت عارفه اللي هي الادوات اللي فيها في زي اداه كده زي بقره. تمام بس في التلج، اهم حاجه التلج. ما هي بتتحط في التلج بالتلج بالظبط، وبتمشي على البشره. وفي قوالب بتبقى فيها زي ميه او جيلي بتحط في التلج برضو، وبتتحط على البشره. اي حاجه فيها تلج مفيده. طب الماسك التاني ايه؟ الماسك التاني هيبقى ارفع العسل، بس ده مش للبشره الحساسه اصلا.
يعني البشره الحساسه ما تجيش جنبه. القرفه طبعا ده قويه جدا. بيقولوا القرفه حلوه لنفخ الشفايف. بصي هي عامل مؤثر في نفخ الشفايف ومقشر. في بيخش عندنا الشتاء فشفايفنا بتبقى بتقشر جامد جدا. هي حلوه جدا لكده. عاملاها انا مع عسل نحل وفرشه سنان. دي حلوه. بلاش حياتي. بلاش فرشه سنان عشان ما تلتهبش. في ناس يعني في ناس بتستخدمها بتعور. لا انت تحطيها بفرشه اي حاجه. فرشه بيبي ممكن. ومفيده جدا. هنعمل ايه برضو؟ هتبقى معلقه قرفه على معلقه عسل نحل وخلاص كده الموضوع بيتخلط وخلاص. انا اذا كده عملت الماسك بتاعي. البلاشر بقى عشان البنات. البلاشر كده انا باخد الماسك بتاعي. اهم حاجه بس في القرفه فيها مشكله، احنا لازم نخلطها كويس جدا وهي هتيجي في العسل. يعني هي امتصاصها صعب بالظبط بس هي يعني بتيجي. تمام. طب بصي بقى البلاشر هنجيب لوس باودر. اي لوس باودر عندنا هنجيب على حسب ما احنا بنستخدم لبشرتنا. ده مش بس روجاجو ولا برونساج، ده كونتور، برونساج، لايتر، هايلايتر، روجاجو. تمام. انا بحب البرونساج كامله. بالظبط انا بحبه بصراحه، انا بستخدمه جدا. يعني انا على بشرتي ما بحبش كريم اساس، يعني انا ما بحبش احطه لان انا شايفه ان الماسكات فايداني اكتر من اللي انا ابهدل بشرتي. فانا بستخدمه ده اللي انا بستخدمه اصلا الروجاجو بتاعي، واحيانا بستخدمه كونتور وبرونساج. ده لوس باودر، ما عندناش لوس باودر، باودر بودره تلج على حسب ما انا عايزه المقادير ايه، معلقه او معلقتين. الكاكاو. الكاكاو انا ما بحبش على اللوس باودر. لو عايزاه برونساج بحط ربع معلقه كاكاو. لو عايزاه كونتور بحط معلقه كاكاو على معلقتين لوس باودر. عايزاه روجاجو غامق انا اللي بكتر في الكاكاو او بقلل فيه على حسب ما انا عايزه ايه بعمل. تمام. يعني لو بلاشر اكتر في الكاكاو. تكتري في الكاكاو. برونز لوس باودر الغامق مثلا او يدي لون. تمام. يعني هنقول اللي كده كميه مناسبه مثلا عشان هنعمل البلاشر ده. هنقول اللي دي كميه مناسبه جدا. ماشي. انا اهو ايدي هتبقى فيها فرق. كانك عملتي هايلايت لايدك. اللي هو ده الروجاجو بتاعي. فانا على حسب ما انت عايزه تكتري ايه. يعني انا هضطر النهارده روجاجو. انا بحب احط الروجاجو جدا. البرونساج دي او اللي انت تكوني خمري انا بحب الموضوع ده جدا. انا كنور يعني بحط 3 معالق كاكاو مع 3 معالق لوس باودر. طب بتحطي ماده لمعه؟ لا ولا اي حاجه. ما بحطش. بتضيفي اللون الاحمر ده؟ لا اللون الاحمر ده حاجه تانية خالص. اللون الاحمر يعني ده يعني انا عشان اعمل بلاشر احط كاكاو على الباودر بتاعي اللوس باودر او عندك باودر تلج. في ناس ما عندهمش الامكانيه ان هم يجيبوا لوس باودر. عندك باودر تلج. طب في ناس بتبقى عندهم الباودر مضغوطه، ممكن يفتتوها ولا مش هتبقى كويسه؟ لا عادي يفتتوها. عادي هتبقى حلوه جدا برده معاهم. يعني يخلوها لوس باودر ويحطوا عليها كده. تمام. طب في ناس بتحب يا نور البلاشر بتاعها يكون الوردي الفاتح مش شرط البرونزاش. يعني هنقول في 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 لون طعام اللي هي الالوان الطعام اللي بتبقى بينك واحمر. عادي اللي هي تتحط على ولا الباودر؟ لا الباودر. عادي اللي هي تتحط على اللوس باودر بس مش بتدي الدفكته اللي انت عايزاها. النتيجه اللي انت عايزاها لا، او اللي انا ارضي عنها لا. لان عموما حاجه الطعام بتبقى خفيفه جدا. يعني انا حتى لما بعمل مورد خدود او مورد شفايف احمر بستخدم دم الغزال. ما بستخدمش يعني بستخدم دم الغزال بقى. بالنسبه لي احسن. يعني ده دم غزال مش لون احمر؟ لا لا ده دم غزال. بجيبه باخد منه قطرتين او بالظبط نقطتين على كوبايه ميه. وبحب اعمل الروجاجو بتاعي بجد؟ طيب انا ما عنديش ميه مقطره، ميه ورد. ميه مقطره دي اللي هي ميه ايه؟ الميه المقطره دي اللي هي من الصيدليه بتاعت الاطفال. بتاعت الاطفال. طب احنا يعني وقتنا خلاص بيخلص، فناخد نصايح سريعه كده وبعدين ننهي. نصايح بقى عشان تكثيف الرموش. تكثيف الرموش هنحط باودر
اللوس باودر او باودر تلج عادي جدا، تكثيف الرموش تكثيف الرموش لوس باودر او باودر أو تلج، باودر تلج معاكي كمان زيت ارجان، زيت ارجان مع زيت جرجير. تمام تمام. وغلق المسام، غلق المسام التلج، التلج التلج. ريحه الفم، ريحه الفم القرفه او القرنفل بنحطه على الدرسينا. ساعه. انتفاخات العين بقى اللي كلنا بنعاني منها. انتفاخات كلنا بنعاني منها. بصي انتفاخات العين هتبقى عموما شاي اخضر، شاي اخضر شاي اخضر رغم اللي انت عارفه ان انا ضد شاي اخضر. هنفضي الباكت بتاع الشاي الاخضر على معلقتين زبادي عشان تعرفي بس ان الشاي الاخضر مفيد. لا مش قوي. للجسم كل حاجه. هو نسبه الحرق بتاعه الفلفل الاحمر ازيد من الشاي الاخضر. بتحب الفلفل الاحمر؟ انا بحب الفلفل الاحمر. احنا خلاص فكرتنا خلصت والله، كنت منورانا ربنا يخليك. واستفدنا جدا المواصفات، انا استفدت حاجات كتير جدا كنت اول مره. لا هي امال من مطبخ بيتك تقدري تعملي لنفسك كل حاجه. حاجه كويسه جدا والله. انا مبسوطه ان انا كنت معاكم وسعيده جدا ان انا كنت معاكم. وبجد مبسوطه بوجودي في وسطيكم. ويا ريت اي ست تحب تهتم ببشرتها من مطبخها، يعني دي اهم حاجه واحسن حاجه ممكن اي حد فينا ما يقعش فيها غلط. ورخيصه كمان. يعني احنا متاحة. بدل الحاجات متاحه في اي بيت، رخيصه كمان دلوقتي الحاجات، الاسعار غاليه جدا بره. فحاجات بنجيبها من بالزبط. البيت ومن المطبخ بتاعنا بتبقى حلوه وبتبقى حاجات يعني في. بس حاجه معلش انا عايزه اقولها لك، ميه الرز او الرز المسلوق، ربع كوبايه رز مسلوق على معلقتين ميه. المهم اللي انت تسلقي الرز وتخليه كريمي يومي. في حد جربه كده وشكر انا يا جماعه اللي جربته. انا جربته مرتين في اليوم، ده وهم انا ما بستغناش عنه. انا هو لبن فعلا بنصيحه من استاذه نور عندي اكيد عشان نبقى فريندس، عشان تقولي لي زي ما بتقولي كل يوم بقى كل يوم. النصايح بتاعتي لوحدي. ايوه طبعا ده. اكيد اكيد. خلاص نورتينا يا نور. خلصنا فقرتنا، نطلع فاصل نرجع لكم تاني بالفقره الثانيه.